حل مشكلة رسالة الخطأ اللي بتظهر في الأجهزة الاستيراد أثناء عمل بوتينج أو تنزيل نسخة جديدة للجهاز، ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة وأحسن حال. فأثناء ما بنعمل بوتينج أو تحميل نسخة جديدة للجهاز، بنضغط على زرار البوت أو زر البوت الخاص بالجهاز. طبعا بالنسبة لأجهزة HP بيبقى البوتينج اوبشن من F9، بالنسبة لأجهزة Dell بيكون من F12. فظهرت لي الرسالة دي بيقول لي Enter Setup Password، يعني في باسورد على المذر بورد، وبالتالي مش هتقدر تعمل بوتينج من الفلاشة او من السيدروم. فكان الحل حاجة بسيطة جدا، ان بجوار كابلات الساتا الموجودة في الجهاز بيكون موجود في جامبر صغير جدا جدا جدا. بمجرد ما بنشيل الجامبر ده المشكلة بتتحل تماما تماما تماما، وبعد كده بنقدر نعمل بوتينج من الفلاشة او السيدروم. هنستخدم جيفت او اي حاجة علشان نسحب الجامبر ده، وبعدين نرجع نعمل بوتينج للجهاز من اول تاني. هتلاقي المشكلة اتحلت معاك تماما تماما تماما. طبعا احيانا ناس كتير بتجرب باسوردات من 0 ل 6، او بتجرب مثلا 5 اصفار او 6 اصفار، المشكلة دي مش بتتحل. ولكن حل المشكلة دي هو حاجة بسيطة جدا، انك بتشيل الجامبر ده باستخدام جيفت او باستخدام اي حاجة تانية. مجرد ما بتشيل الجامبر ده وتشغل الجهاز هتلاقي البوتينج اوبشنز او الحاجات اللي ممكن تعمل منها بوتينج زي الفلاشة او زي السيدروم رجع تشتغل معك تماما، وترجع بعد كده تنزل ويندوز جديد وتقدر تتحكم في الاوبشنز الخاصة بالكمبيوتر بتاعك عادي. نضغط F9 بعد كده تمام، وبعدين نعمل اعادة تشغيل طبعا، او بنطفي الجهاز وبعدين بنشغله من الاول، ونضغط على F9 علشان نعمل بوتينج. هنلاحظ البوتينج اوبشن ظهرت معنا على الشاشة زي ما انت شايف الهارد ديسك، ولو مركب فلاشة يظهر معاك الفلاشة، ولو مركب السيدروم هيظهر معاك السيدروم. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.